عن الأصوات اليومية من حولنا، عن الإيقاع، عن الموسيقى، كيف تتكون علاقتنا بما نسمع؟ الموسيقى هي انسجام للتناغم الكوني من الأصوات، تنبع منه، تتداخل معه، ثم تتكثف لتكشف عن الإبداع الإنساني من خلال ما طوره من تناغم وانسجام لاحق، وهو يخترع ذلك الإنسان المبدع نغمته الموسيقية الخاصة. ثقافات العالم المختلفة تجتمع تحت سقف الموسيقى. كيف يمكن للموسيقى أن توحدنا؟ لعل الموسيقى هي اللغة الوحيدة إبداعياً التي لا تحتاج إلى ترجمة، نحن نتفاعل معها ونؤولها دون وسيط، وما أجمله من توحد هو ذلك التوحد. كيف ترتبط الموسيقى بالبيئة والثقافة والمجتمع، بنا نحن، بمشاعرنا وتعابيرنا؟ ترتبط الموسيقى بالجغرافيا ارتباطاً وثيقاً، ترتبط بالحالة الاجتماعية والسياسية كذلك. قد تكون الموسيقى منبسطة ممتدة كالساحل، عميقة متجذرة كالصحراء، قاسية حادة كصخور الجبل. هي أنغام وأهازيج ومكون ثقافي وحضاري يكرس هوية إنسان المكان، وتأكيداً لوجوده بالصوت المتفاعل مع النغم. الموسيقى من أكثر الأعمال الإبداعية التي تستحق التقدير. يقول البعض أنها بدأت عندما حاولت الأم تهدئة طفلها، أو حاول الإنسان محاكاة أصوات الطبيعة وتقليدها. وعلى الرغم من اختلاف الموسيقى والأصوات وكذلك الآلات الموسيقية، إلا أن للموسيقى قيمة فنية خالصة تعبر عن الجمال والإبداع. نتحاور اليوم عن الموسيقى وعلاقتها بالإنسان والثقافة. نتحاور اليوم عن الموسيقى والثقافة. أهلا وسهلا من جديد أستاذة طلحة عبيد. يا هلا فيك عليا. نتكلم اليوم بداية عن الأصوات وعن الموسيقى. صوت الرياح من حولنا، أصوات المياه، الأمطار، أصوات الحيوانات، يمكن كانت هذه بداية علاقة الإنسان بالأصوات. خلينا نتكلم عن هذه العلاقة اللي جعلت الإنسان ينتبه للأصوات من حوله، ومن بعدها يمكن يخلق أصوات جديدة. جميل جدا. في حقيقة الأمر ربما علينا أن نعرف أن الإنسان الأول كان عبارة عن كتلة حيوية من التساؤلات، فكان يتساءل عن كل ما حوله، ومن ضمن هذه التساؤلات بالتأكيد عن الأصوات، لكنه لم يكن يمنحها مسميات ربما واضحة أو معروفة. إذا سمع صوت الريح وأصواتها المختلفة على سبيل المثال، راح يقدم تفسيره الأول الخاص، بمعنى أنه كان ينظر مثلا إلى الريح باعتبارها يعني كائنا معينا ربما يحاول أن يوجه رسالة معينة. شيئا فشيئا بدأ الإنسان يلمس تجانس هذه الأصوات من حوله وكيف تتناغم مع بعضها البعض، وربما من خلال هذا التجانس اكتشف الإنسان الموسيقى الكونية الأولى التي جعلته لاحقا ينظم موسيقاه الخاص التي تعبر عن كل مكان بشكل مختلف عن المكان الآخر. كذلك أصوات الحيوانات المختلفة، أصوات العصافير، المطر، حتى يمكن بعض الأصوات اللي ممكن من الأصوات الأولى التي تصدرها الأم لتهدئة الطفل، وبكاء الطفل كذلك، هذه يمكن من الأصوات اللي سمعها الإنسان الأول، ومثل ما ذكرتي ربما كانت له تفاسير مختلفة لهذه الأصوات، لكنه ربما تدرج في الفهم أكثر وعرف أن
يخلق أصوات أخرى جديدة تختلف عن هذه الأصوات من حوله. صحيح. الأصوات ربما التي أنتجها الإنسان في البداية كانت محاكاة لتلك الأصوات أو لردها. هناك أيضا تلك الأصوات التي أراد من خلالها الإنسان أن يحاور الكون. هناك الكثير من القبائل الأفريقية الأولى والتي أتت منها ربما الموسيقى الأفريقية ويعني جميع منظومة الفلكلور الأفريقي التي دائما تميل بالضرب على الأرض من خلال أرجلها وكيف تتصاعد هذه الضربات بشكل مختلف بين الحين والآخر لتخلق ربما طريقة حوارية بين الإنسان والأرض بأنه يعتبر أن هذه الأرض هي أم العالم وأم الكون وأم كل التفاعلات المختلفة. ما حاجة الإنسان إلى الموسيقى؟ البعض يقول أنها جزء من التسلية أو لخلق أداء حركي معين، لكن بالفعل لماذا قد يحتاج المرء إلى الموسيقى؟ أتوقع أن السؤال الأسهل هنا إذا فكرنا بأن الكون بدون الموسيقى سوف يكون مثل الكيان الأصم، الكيان المصمت الذي لا يمنح للآخر حيوية الروح والتفاعل. الكون بدون الموسيقى أيضا هو كيان أبكم لا يستطيع أن يعبر كما ينبغي. ربما الموسيقى هي النتاج الإبداعي الوحيد الذي رغم ربما كما ذكرنا أنه لم يبدأ إبداعيا، لكن مع تطوره ودخوله في المنطقة الإبداعية هو الكيان الإبداعي الوحيد الذي لا يحتاج إلى تفسير. الموسيقى مفهومة في جميع المجتمعات على جميع الدرجات، لا تحتاج لأن تترجمها من لغة إلى أخرى. حاجة الكون إلى الموسيقى اليوم أو حاجة العالم المعاصر إلى الموسيقى اليوم هي بقدر حاجته إلى التجانس وفهم مكونها الإنساني الأصيل، ربما بشكل أكثر وضوحاً من كافة أشكال الإبداع الأخرى. خلينا أستاذ صالح نتكلم عن موضوع الأصوات والموسيقى والأهازيج المختلفة في الثقافات المختلفة. أحياناً عندما نسمع موسيقى مثلاً، لو تحدثنا على سبيل المثال في أمريكا الجنوبية، البرازيل مثلا، في نوع من الموسيقى الصاخبة، لو انتقلنا إلى أفريقيا كذلك، لكن في ثقافات مختلفة تميل الموسيقى للهدوء أو الرتم البطيء. ما علاقة الموسيقى بالثقافة، بالمجتمع، بالمكان الذي تخلق من هذه الموسيقى؟ في حقيقة الأمر هما أمران قد يكونا متقاطعان إلى الدرجة التي لا نستطيع التفريق عنها، التفريق بينهما. يعني هناك الأهازيج التي تحمل نغمات موسيقية وهناك الموسيقى الصريفة. الموسيقى الصريفة التي بدأ الإنسان بابتكارها وتكوينها بدأت من يعني تفاعله مع العالم المحيط، مع الطبيعة، وكيف انسجام هذه الأصوات خلق مقطوعات ألهمته لتأليف موسيقاها الخاصة. لكن الأهازيج مرتبطة مع ارتباط الإنسان بالآخر، ارتباط الإنسان يعني مكونه الجغرافي، مكونه الاجتماعي، مكونه السياسي، الاقتصادي في كثير من مناطق العالم حتى على بدائية المجتمعات الأولى. هذه التفاعلات أنتجت الأهازيج. هناك مثلا الأهازيج التي ربما يتناولها مجتمع ما للزواج مثلا، هناك أهازيج جنائزية، هناك أهازيج لمثلا طلب الصفح وما إلى ذلك. كل هذه الأمور رابطة عن فهم الإنسان للآخر وتفاعله معه، سواء كان هذا الآخر هو الطبيعة في بعض المناطق في بعض المواضع، أو أنه كان هو تلك القوى التي لم يفهمها بعد، قوى ما وراء الطبيعة، ثم القوى الأخرى التي تشبهه أو تتفاعل معه الإنسان الآخر، المجتمع الآخر وما إلى ذلك. ثم أتى الأمر لكي يمزج الإنسان بين هذان الأمران، بين الأهزوجة وتفاعلها وبين تلك الموسيقى الصريفة، لتنتج ربما الأراجيز التي تمزج بين الموسيقى وبين الأهزوجة بشكل أو بآخر. من هذا الربط مثلا بين الأهازيج وما إلى ذلك وبين الموسيقى المجردة للعالم وتركيبها مع بعضها، أنتج الإنسان ربما منظومته الموسيقية والغنائية الخاصة به التي تختلف من مجتمع إلى آخر. كما ذكرنا الموسيقى الأفريقية صاخبة لأنها تضرب مثلا على الأرض وتحاول أن يعني تخرج تلك الأرض من صمتها لتتفاعل معها لتجعلها أكثر حيوية. هناك شعوب أيضا ربما تفاعلها مع العالم المحيط كان ناتجا عن الصمت، أحيانا ربما في المناطق المنعزلة أكثر، كلما مثلا خفتت الأصوات ربما كانت الموسيقى أكثر هدوءا أو أقل صخبا كما نستطيع القول. كذلك الأدوات الموسيقية ارتبطت ببيئات مختلفة،
يمكن صناعة الأدوات أو الطبول من جلود حيوانات معينة، وجود آلات من الخشب والأدوات المختلفة من البيئة المختلفة. كيف استطاع الإنسان أن يفهم هذه الأدوات الموجودة في البيئة وأن يخلق على سبيل المثال أو يصنع حفرة معينة في أداة لتخرج هذا الصوت، أو يستخدم مثلا قطعة أو من الجلد ليخرج هذه الدرجة من الصوت أو من الموسيقى؟ نتكلم عن البيئة الجغرافية والبيئة المحيطة بالإنسان وخلقه أو صناعته للأدوات الموسيقية. جميل جدا. في حقيقة الأمر عندما ندقق أو نتأمل جميع الأدوات الموسيقية تقريبا نلاحظ أنها جميعها بدأت من الطبيعة، جميعها إما من الأخشاب أو من الجلود كما ذكرتي. فهذه الأدوات هي ابنة الطبيعة التي تؤكد على فكرة أن الموسيقى بدأت من هذه الطبيعة، من هذا الكون، ومن محاولة الإنسان لفهم هذه الأصوات المختلفة وتحويلها إلى يعني أصوات متجانسة، ثم اختراع الأدوات التي تساعد على محاكاة الأصوات الموجودة. طبعاً اختلاف الأدوات باختلاف البيئات الجغرافية مرتبط أيضا بيعني المواد المتوفرة في تلك البيئة كما ذكرنا، أحيانا الطبيعة الجسمانية. ربما هناك حكاية طريفة عن فكرة كيف مثلا انتقل العود العربي من كونه آلة العود المعروفة بيعني خلفيتها التي دعينا نقول ممتلئة قليلا إلى أوروبا ليصبح مسطحا أكثر، وأتوقع أنه أصبح له اسم مختلف. السبب مثلا أن الرجال مثلا في أوروبا الذين كانوا يستخدمون هذه الآلة كانت بطونهم ممتلئة، فلذلك يعني مالوا إلى تسطيح الآلة لتصبح آلة جديدة وهي ليست العود مع أنها مأخوذة من العود العربي. هذه المفارقات عندما نتأملها الآن ندرك كيف يعني الموسيقى والآلات تخلق نفسها باستمرار وتتوالد باستمرار بناء على البيئة والحكايات الخاصة بالمكان وحتى الشكل الجسماني لإنسان المكان. صالحة، أنواع مختلفة من الموسيقى تحت مسميات مختلفة، موسيقى كلاسيكية، موسيقى شعبية، موسيقى وطنية، موسيقى حربية، وأنواع مختلفة أخرى من الموسيقى. هل هذه الأنواع من الموسيقى أو التصنيفات التي ظهرت للموسيقى تصف بشكل أو بآخر حالة اجتماعية معينة أو حالة شعورية مر بها الإنسان وجعل الموسيقى تحت هذه التصنيفات؟ أتوقع أن التصنيفات هي خاضعة لمعايير مختلفة. فمثلا عندما نتحدث عن فكرة الموسيقى الكلاسيكية من الموسيقى الحداثية، نحن هنا نذهب إلى معيار الزمن أو معيار تاريخ مثلا ولادة هذه الموسيقى وكم مر عليها من السنوات وما الذي ارتبطت به من أحداث. عندما نتحدث عن الموسيقى مثلا العسكرية دعينا نقول، فإننا نعود إلى فكرة ما ابتدعه الإنسان من رقصات وأصوات وما إلى ذلك لكي يتفاعل مثلا مع العدو في الحرب. يعني نحن نعرف أن أشكالا متنوعة من الأصوات والأهازيج مرتبطة بإرهاب الطرف الآخر مثلا في الحروب وهكذا. فإن تصنيف مثلا يعني الأنواع الموسيقية هو خاضع بطبيعة الحال لهذه الأمور. هناك أيضا الموسيقى المرتبطة تصنيفيا مثلا بالبيئة الجغرافية المعينة فتختلف من مكان
مكان إلى آخر، عن طبيعة جغرافية إلى أخرى. ذكرنا قبل قليل مثلا أن البيئات الهادئة تميل الأصوات الموسيقية فيها أو التفاصيل الموسيقية فيها لأن تكون عميقة لكأنها تنبع من الداخل وتذهب إلى الداخل كذلك، بينما أنه في بعض المناطق الحارة الصاخبة التي تتفاعل مع الحياة المحيطة بقوة تميل الموسيقى لأن تقول أنها هنا وفي الخارج وعلى الإنسان أن يسمعها بشكل أو بآخر. هذا يأخذني السؤال، هل فعلا الموسيقى تشبه الإنسان في بيئة معينة؟ هل مثلا يمكن تحدثنا كثيرا عن البيئة وارتباطها بأنواع موسيقية مختلفة، لكن هل فعلا الموسيقى تشبه الإنسان؟ يعني هل الشخص الذي يخرج من بيئة معينة مثلا إذا قلنا بيئة صاخبة، هل على موسيقى أن تعبر عن هذا الصخب أم أن التعبير بيكون مثلا بشكل مغاير؟ يعني كيف ندرك الموسيقى أو كيف ننتج عملا موسيقيا يشبهنا؟ لا أعلم إذا كانت الفكرة هي إنتاج عمل موسيقي يشبهنا بقدر أننا نريد أن نأتي بالمختلف إبداعيا، باعتبار أن الموسيقى اليوم هي شكل من أشكال التعبير الإبداعي، ودائما استمرارية أي نوع إبداعي يعتمد بشكل رئيسي على فكرة التجريب. كلما جربنا أكثر، كلما ابتدعنا أكثر أشكالا موسيقيا جديدة، كلما حافظنا على استمرارية هذا الإبداع وتأثيره وقوته بشكل أو بآخر. لذلك من الضروري أن نركز على هذه النقطة. أما فيما يتعلق بفكرة أن الإنسان يشبه موسيقى، كما ذكرت يعني نحن اليوم في عالم شديد المدني، لكن بالمقابل مثلا ابن الجبل يميل مثلا إلى الأصوات الصاخبة، تلك الأصوات التي يتكرر صداها ربما إذا تحدثنا مثلا عن الإنسان البدائي الذي عاش في الجبل. ابن الساحل يميل إلى الصوت الممتد المنبسط، وقد يشاركه في ذلك ابن الصحراء. نعم البيئة تؤثر، وتطور الموسيقى أيضا يؤثر في تفضيلات الإنسان في مكان معين. أستاذة صالحة، هل هناك تصنيف لمثلا موسيقى راقية أو موسيقى جيدة، موسيقى رديئة؟ لأن أحيانا يميل الأشخاص خصوصا في هذه الأوقات أن مثلا الموسيقى الأفضل هي الموسيقى الكلاسيكية، وأن الموسيقى الحالية أو الشعبوية أو الدارجة لا تتناسب مع الذائقة الراقية للموسيقى. هل فعلا هناك موسيقى جيدة وموسيقى رديئة، أم الأمر يعود إلى الذائقة الشخصية للفرد؟ جميل جدا. طبعا كل جانب إبداعي فيه ذلك الجانب المبتذل، فيه ذلك الجانب الذي نشعر أنه لا يتوافق مع الشكل، يعني دعينا نقول الذي يجعل الموسيقى ذلك الكيان الذي يحفز على التواصل، يحفز على الارتقاء بالذائقة الإنسانية وما إلى ذلك. ذكرنا دائما ضرورة أن يكون هناك منهج للشيء. دراسة الموسيقى تساعد الإنسان على يعني فهم أساسيات النمط الإبداعي الذي هو قادم على ابتداعه. لكني دائما أنظر أنه كلما كثرت الأنماط المبتذلة، كلما شكل ذلك تحديا حقيقيا لإنتاج الفن الراقي أو الفن المختلف أو حتى التجريب في أشكال يعني مبتدعة وملفتة من الموسيقى. لذا الجانب المبتذل موجود، الذي لن أسميه رديئا بقدر ما أنا أفضل كلمة مبتذل، لكن هذا يشكل تحديا لاستمرارية الموسيقى أو استمرارية النمط الإبداعي الموسيقي الملفت المبتدع بشكل مختلف حقيقة. وهذا يعني الموضوع أحيانا يكون مزعج للعديد من الأشخاص اللي يحبون نوع معين من الموسيقى، ويقال له مثلا أنت لا تسمع مثلا بيتهوفن أو موزارت، لذلك ذائقتك الموسيقية ليست راقية. حتى في ترتيب الأدوات الموسيقية مثلا البعض يميل أن البيانو يمكن أداة موسيقية راقية، لكن لو مثلا انتقلنا إلى نوع أداة أخرى مثلا الإكسيليفون مثلا أقل مرتبة، فيصنفون الناس حسب استمتاعهم أو حسب ذائقتهم الموسيقية الأدوات الموسيقية لي مثلا أفضل أو راقية أكثر من أخرى. وإذا لم تستمع إلى موسيقى البيانو أو لم تستمع إلى نوع محدد، فأنت يعني ذائقتك الموسيقية ليست بهذا المستوى العالي. خلينا نتكلم عن حتى الأدوات الموسيقية في هذا الجانب.
في حقيقة الأمر كما ذكرت ضرورة أن يعرف الإنسان الأساسيات. قد أتبنى فكرة أنه على الإنسان أن يطلع على الموسيقى الكلاسيكية، ليس بالضرورة أن يفضلها، لكن من الضروري أن يستمع لها لكي يميز ويتفاعل ويفهم وما إلى ذلك، ثم يذهب إلى الاستماع إلى جميع أشكال الموسيقى، ومن هناك يحدد وفق تجربته الخاصة نوعه الموسيقي المفضل. بالنسبة للآلات، هل هناك آلة أرقى من آلة؟ في حقيقة الأمر أنا لا أظن أن الأمر كذلك. أعتقد أن جميع الآلات الموسيقية لها دور معين، وإلا لما كانت الأوركسترا موجودة مثلا، ولما استمعنا بتناغم شديد وبتفاعل جميل مع كافة الآلات من أصغر آلة إلى أكبر آلة. وأيدتش أستاذ صحة في هالنقطة، كل آلة لها يمكن لحن معين أو صوت إيقاعي معين وقيمتها الخاصة أيضا في المعزوفة. صحيح، جميل. اختلاف الآلات يمكن يخلق انسجام جميل أو موسيقى جميلة تتميز عن أي صوت آخر ممكن تصدره أي آلة مختلفة. خلينا أستاذ صالح نتكلم عن الموسيقى في المنطقة. يمكن بيئتنا الخليجية الموسيقى فيها منوعة جدا، بيئة الساحل لها موسيقى خاصة، البيئة الجبلية كذلك. خلينا نتكلم عن الموسيقى هنا. جميل جدا. طبعا في الخليج أتوقع ربما يعني ومحليا على وجه الخصوص، الموسيقى هي موسيقى الجغرافيا، بمعنى أن هناك موسيقى الساحل كما ذكرت قبل قليل، موسيقى الصحراء، موسيقى الجبل، وتتغير أيضا المسميات الخاصة، هناك أهزوجة وأهزوجة تختلف، حتى التهويدات طبيعتها أيضا بما تتناوله من أفكار ومن ويعني رتم تختلف من مكان إلى مكان. إذا مثلا تناولنا موسيقى الساحل، نحن نعرف أن مثلا في رحلة الغوص يكون هناك النهام، وهو عنصر أساسي حقيقة من العناصر الموجودة على يعني رحلة السفينة في الغوص. لماذا يتواجد النهام؟ لماذا يحمل الغواصة معهم طبعا إلى جانب أدوات الغوص تلك الأدوات الموسيقية التي يتسلون بها في رحلتهم؟ هم في الحقيقة يتسلون، لكن أيضا تلك الموسيقى في هذه الرحلة الطويلة كانت نوعا من تهذيب للنفس وطريقة للتصبر، وأيضا طريقة لمجاناجاة هذه الرحلة الطويلة. المعزوفات في الساحل ممتدة وتحمل ذلك المدى المنبسط، لكأنها تسقط على سطح البحر. أذكر في مقابلة لا أنساها للفنان عوض الدوخي، كان يتحدث عن فكرته أو عن ذاكرته باعتباره بحارا قبل أن يكون يعني فنانا خليجيا، وكان يقول أنه لو لم يكن بحارا، لو لم يتعرف على الموسيقى هناك، لما كان له أن يغني لاحقا. كانت الرحلة البحرية هي مدرسته الموسيقية الخاصة. أستاذة صالحة، وصلنا لفقرة كتاب اليوم، ماذا اخترتي لنا؟ بما أننا نتحدث عن يعني موسيقى المنطقة، اخترت كتاب ما بعد الأغنية، هو من أحدث الكتب التي صدرت عن الموسيقى وخصوصا في منطقة الخليج العربي. يحمل هذا الكتاب عفوا من تأليف الأستاذ أحمد الواصل، وهو من إصدار دار روايات الإماراتي. شكرا لك أستاذة صالحة على وجودك معنا في حلقة اليوم. سعدت بالتواجد معكم كما دائما. مشاهدينا، نلتقي مجددا في تساؤل وفكرة ثقافية أخرى. إلى اللقاء. كتاب اليوم ما بعد الأغنية لأحمد الواصل، صادر عن روايات، عام 2021. يتجول أحمد الواصل بين أشكال الفنون الصوتية في مختلف الثقافات العربية جغرافياً وتاريخياً، منذ العلم بها وحتى تسجيلها ونشرها بمختلف الوسائط. يأتي الكتاب في ثلاثة فصول. يناقش الأول الأغنية بين التراث الثقافي والقالب الغنائي. أما في الفصل الثالث فيتناول الكتاب موضوع إفراط الذائقة والأغنية البديلة.
هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.